بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضور جميعا لكم التحية ولكم التقدير. في البدء نترحم على شهدائنا، شهداء معركة الكرامة من قوات مسلحة وقوات نظامية ومواطنين. نسأل الله ربنا يتقبلهم ويحسن إليهم، ونسأل الله ربنا يشفي الجرحى ويشفي صدورنا من هؤلاء القوم المعتدين. أولا تحية خاصة جدا لكل منسوبي هذه المنطقة، منطقة النيل الأبيض العسكرية، عساكر وضباط ومواطنين ومستنفرين وأجهزة أمنية أخرى. يعني بنحييهم ونقول لهم قدمت هذه الفرقة، إذا الناس ما عارفين، خيرة أبناء لإسناد معركة الكرامة. وأنا شاهد على ذلك، وأنا شاهد أني أنا كنت متابع كل التحركات كانت بتتم في كل محاور العمليات. ويمكن آخر مجموعة ما داروا منها في القيادة الشرطة، رجعوا لهم 40 نفر وشالوا منها 300. يا اخي الكثير وظننا كانت شغاله في عزم الرجال، الله مع الشهيد على الدين، واحده من المتحركات بتاعت ام درمان. على العموم نحن بنحييكم ونفتكر انه انتم قدمتوا وسندتوا معركه الكرامه وسندتوا الشعب السوداني. وانتم قادرين ونحن واثقين من انكم تزودوا مع اخوانكم عن حياه هذا الوطن، وتدافعوا مع اخوانكم ضد كل من يحاول ان يعتدي على الشعب السوداني. طبعا هذه المعركه معلومه بالنسبه للجميع، ومعروف اسبابها ومعروف تداعياتها. ونحن مستمرين في هذه المعركه، لا حنخنع ولا حنتراجع ولا حنستسلم ولا حنرفع زي ما قالوا سلاح، ما حنحط السلاح ابدا. الشيء اللي حصل امبارح في ود النوره وقبلها في كثير من مناطق السودان، في الجنينه حصل شيء مماثل، في النياله حصل شيء مماثل، في كثير من قرى الجزيره، في الخرطوم حصل شيء مماثل. احنا هذا الامر لن نتركه يمر مرور الكرام، وهذه الافعال لن نسامح من اقترفها، ولن نضع يدنا في يد من يرتكب هذه الافعال. نحن يمكن نطمن اهلنا في كل بقاع السودان ان والله هذه المعركه ستستمر لغايه ما ينحسم هذا العدو. وهذه المعركه مستمره لغايه ما ينتصر الشعب السوداني وتنتصر قواته المسلحه. نحن طبعا مقاصدنا من هذه الزيارة أن نقيف على أحوال الناس، نسندهم، نشد من أذرهم، نطمئن أن الناس قادرين أن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن السودان. نحن أيضا واجب أن نحيي الشعب السوداني كله بكل فئاته وكل قطاعاته. الشعب السوداني وقف مع القوات المسلحة وقفة حقيقية. الشعب السوداني زودنا بأبنائه وزودنا بماله وزودنا بكل ما يملك عشان ندافع عنه وندافع عن هذه البلد، البلد اللي أهلها نحن كلنا لا نرضى أن نشوفهم مشردين، ولا نرضى أن نشوفهم نازحين، ولا نرضى أن نشوفهم ضاغط بهم الأرض. لذلك الأفعال اللي تمت قصادهم دي نحن ما بنمرر مرور الكرام، وأهمنا في ود النوره نحن نقول لهم حقكم، نحن حنردوا 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 ما بالدبل، ب 600 مرة حنرد لهم. نحن لما قلنا الحرب دي ما ضد الجيش، الحرب دي ضد المواطنين. عشان كذا دعينا وقلنا والله كل زول قادر انه يحمل السلاح يجي، نحن انضم لحقوق القوات المسلحة ويقاتل مع القوات المسلحة. والسودانيين استجابوا الآن. نحن كل الشعب السوداني الموجود
يواقف مع الجيش وقاتل مع الجيش. لذلك واجب انه نحن كعسكريين نستشعر هذه المهمة ونستشعر بانه هذا الشعب قدم لنا اغلى ما يملك زي ما نحن تعلمونا من زمان، قدم لنا ابنائه وماله. لذلك رقبتنا ونحن كلنا في داخل هذا الشعب السوداني. نحن طبعا رسالة من هذا المكان وقدامكم انتم كأحد روافد القوات المسلحة الرئيسية، عهدنا مع الشهداء وعهدنا مع الشعب السوداني أن لن نضع يدنا في يد هؤلاء المتبردين، ولن نضع يدنا في يد من عمل هؤلاء المتبردين. والرسالة أنا برسلها للتقدم والقحط والسياسيين اللي دارين إيه دام يحكموا السودان. ما تحكموا تاني السودان ده ونحن قاعدين فيه. ما تجي السودان ده تاني ونحن قاعدين فيه. واي زور حتى يقدم على الميليشيا المتفرقة دي ما يعلم انه تاني الشعب السوداني ده يستقبل. نحن وضح لنا جليا انه هذه المجموعة تقدم متواطئة مع المتمردين ومتفقة معاهم على قتل الشعب السوداني. متفقة معاهم انه نحن لو ما قعدنا معاهم هم الحرب ما تقيف، الحرب نحن بنوقفها بأننا ننتهي من هاي الناس دي ان شاء الله. نحن واثقين تماما انه في النهاية نحن منتصرين، الجيش منتصر والشعب السوداني منتصر، وهم الناس دي بيتكلموا دي بيشوفوا لهم حتى يمشوا ليها. كسودانيين نتعجب ونستغرب في انه في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيموتوا، في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيتنهبوا، في ناس بيفرحوا لانه بنات السودان بيغتصبن، في ناس بيفرحوا لانه الناس الشعب السوداني تهجر من مساكنه وماله اتنهب وتقطع له السبل، يفرحوا ويكتبوا أن والله الحكومة الماشرعية، الحكومة قاعدة في أروع. أنت تعال شوف، تعال هنا ده شوف الحكومة الشرعية دي قاعدة وين، تعال هنا شوف الناس وين. نحن الناس الناس بيتكلموا برا ديل كلهم عارفين مواقفهم، وكل زول لو قدرنا نطلع له حقه وننشر له غسيل ونطلعه له. نحن نحترم تماما المواطنين السودانيين، نحترم هذه الدولة السودانية وهذا الشعب السوداني. لذلك واجبنا أننا نقف معاه لآخر قطرة دم عندنا، ونسنده بآخر جند عندنا، ونسنده بآخر مال عندنا، زي ما هم الآن بيقدموا لنا كل شيء. لكم التحية ولكم التقدير. نحن مطمئنين وبنطمئن الشعب السوداني أنه والله لن تلل لنا قناة ولن يهدأ لنا بال، وما حنوم الا العدو ده ينتهي، الا العدو ده يتدمر. اهلنا في الجزيره اصابوا ما اصابوا، وهلنا في كل السودان اصابوا ما اصابوا، ونحن ما عندنا حاجه غير ان نقول لهم نحن حنجيبهم وحنطرد الجماعه ديل وحناخذ لهم حقهم منهم ان شاء الله. تحية مرة أخرى لأهلنا كلهم القابضين الآن صابرين قاعدين، وقرى كثيرة ما زالت قاعدة، وفي ناس كثيرين ما زالوا قاعدين مستعدين يدافعوا بنفسهم وبمال عن أعراض وعن ممتلكات وعن قراهم. نحن حنسندهم وحنصليهم، وكل زول داير مساعدة حنساعده، كل زول داير يقيف موقف بطولي موقف وطني حنساعده عشان يقيف هذا الموقف. تحية لكل قطاعات الشعب السوداني اللي انضمت لنا في هذه المعركة، ونحن عملنا تنظيم لهذا الاستنفار. نحن ما دارينا أجسام تعمل خارج القوات المسلحة، كلنا يجب أن نعمل داخل أجسام القوات المسلحة، داخل لجان أو داخل الوحدات الرسمية اللي بتنشأ بواسطة اللجان بتاعت الاستنفار بتنشئها الحكومة. أي ولاية فيها لجنة بتاعت مقاومة شعبية، هذه المقاومة الشعبية والمستنفرين ما دارين نسخرهم كلهم للعمل العسكري.
لكن في الناس ممكن يساعدوا في أي مجال آخر، نحن نسخرهم أنه يساعدوا الإسناد المدني، يشتغلوا في الإسناد المدني، الإسناد العسكري، حسب حوجة الولاية وحسب حوجة المنطقة. نحن دارين الكل يكون جزء من هذه المعركة، وهذه المعركة حتما ستنتهي بانتصار الشعب السوداني وانتصار القوات المسلحة السودانية، ونحن واثقين واثقين زي ما نحن شايفينكم قدامكم، شايفين النصر وسحق الناس دي قدامنا هنا ده. ربنا قويكم وربنا يعينكم، ونحن عندنا حاجات كثيرة جدا ما قاعد نتكلم عنها، ما قاعد نقولها. يعني نحن هسه الآن في يدنا تسجيلات للمدعو يوسف العزة في الإذاعة وفي التلفزيون ببياناته، قاعدة هم ما جايبين خبر مصور، الكلام ده كله مسجل. قال يطلع البيان الأول والبيان الثاني والبيان الثالث، يقولوا القوات المسلحة هي البدد. واحد منهم أول امبارح قال القوات المسلحة اعتدت على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية. المدينة الرياضية فيها معسكر بتاع دعم سريع، ده تدليس، ده تدليس من هؤلاء السياسيين من الشرذمة، شرذمة تقدم، كذب ونفاق على الشعب السوداني. لكن حسابهم بيجي ووقتهم بيجي، وهم يكونوا عمالة يجيبوا السوداني، كلهم حاسبون، كلهم حاسبون. اي زول خد يده في يد المتمردين احنا اعتبروا شريك في الجرائم اللي حصلت للشعب السوداني. اي زول خد يده في يدهم احنا اعتبروا شريك في، اي زول دعمهم وساندهم ووقف معاهم هو شريك في هذا الجرم، هو شريك في قتل السودانيين ونهبوا. نحن نعرف 200 و200، نقول لهم هتاخذوا حقكم وتاخذوا جزاكم. بارك الله فيكم، ربنا يجزيكم خير. وتاني تحيتنا لاهلنا الرابطين، المرابطين في قرى الجزيره، المرابطين في كل مكان، البداح عمال عن اعراضهم. احنا انا الليله مشيت المناقل وجيت ناس والدنور، لقيت ناس القرى كلهم والله صامدين وروحهم المعنويه عاليه، والجار هسي كلهم دارين يرجعوا تاني، كلهم اي زول نزح داير يرجع الليله دي، وكلهم الروح المعنويه عاليه، معنويات عاليه، ولا انهزموا ولا حصل لهم شيء. صحيح انها بتحصل لنا خسائر لكن ما بننهزم، تحصل فينا خسائر لكن ما بننهزم، ما في طالما عندنا روح ونفس طالع ونازل ما بننهزم، ولا في زول بيهزمنا، وما خايفين من زول ولا سائلين في زول نهائي، لانه ما في زول عندنا، ما في زول عنده عندنا حاجه نهائي، ما في زول يقول لك والله ده ساعدنا وده وقف معانا وده دعمنا، ما في. احنا بنقاتل احنا كجيش ومعانا الشعب السوداني ده. تحية لاخواننا في هذا المخابرات العامه وفي الشرطه ايضا، هم واقفين معانا، بالذات اخواننا في هيئه مكافحه الارهاب. طبعا هيئه العمليات تم تغيير اسمها، بقت اصبحت قوات مكافحه الارهاب، وهم قاتلوا معانا موجودين معانا في كل موقع. ونحن حتما هذه القوه سنرقيها، ما حنخليها تكون صيب زي الحياة الفاتت، لكن حنخليها جزء من هذه القوات تعمل غياباتها وتشتغل معاها. تحية لاخواننا في الاحتياطي المركزي في كل مكان، كل السودانيين والله واقفين مع الجيش وقفة حقيقية، وقفة صحيحة، وقفة وطنية. ونحن لو ما ردينا لهم الدين ده بأننا قدمنا روحنا دي قدامهم ما بنكون عمل لهم الحاجة. ربنا يقويكم وربنا يديكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.